طيب اللي عايزين نعمله المره دي مش عايزين اوثنتيكيت كل مره باليوزر نيم والباسورد كده. في اساليب تانية، في اساليب تانية. في حاجه اسمها جيسون ويب توكن بتعمل لي الاسلوب بتاع التوكن عشان يهربني من فكره ان كل مره باجي اروح لازم ابعت اليوزر نيم والباسورد. عشان تعمل ده الاول هتعمل npm، عايزين نعمل انستول لي حاجه اسمها جيسون ويب توكن، بقول له npm install json web token. json web token كنا عايزين نعمل داش داش سيف، بس كنترول سي، اقول له عايز تيرمينيت، اقول له يس واعيد تاني الامر، بس اقول له داش داش سيف عشان يبقى عندنا في نفس الايه المكان، وهيبدا ايه اهو الامر npm install json web token اهو، وهيبدا هو يداونلود الايه الحاجه. وده اسلوب هيساعدنا، ده كله ورنج مفيش مشكله وخلاص خلص. اسلوب هيساعدنا في ان احنا نشفر ونحتفظ بالداتا بشكل يعني بروفيشنال، وما يكونش فيه مشاكل او خوف في على الداتا، واسلوب اوثنتيكيشن كويس ويعني يعتبر كل الناس شغاله بيها. الاول الاسلوب ده بيبقى ليه بدون دخول في تعقيدات، بيبقى ليه سيكريت كي، ده بيبقى احنا بيساعدنا في عمليه التشفير، فما حدش بيقدر يفك التشفير ده الا لما بيكون معاه الكي ده، خلاص الا لما يكون معاه الكي دوت. على العموم ده اللي اسمه ايه ده البرايفت كي، في بابليك كي وفي برايفت كي، ايش معنى في التشفير هنقول الكلام دوت بالتفصيل، لكن احنا عايزين نقول ببساطه احنا نزلنا الجيسون ويب توكن، فقوم جاي هنا معرف JWT اللي هو جيسون ويب توكن، ده الاسم الشهير بتاعه JWT، واقول له ريكواير، يعني انا محتاج من سيادتك ايه، ان انا استدعي جيسون، هو طلعه لي على طول اهو الجيسون ويب توكن ده، هو ده انا عايز استدعيه، خلاص استدعيته في حاجه اسمها JWT. ممكن الكي بتاعي اللي انا هستخدمه في التشفير احطه في ملف منفصل، يعني اعمله كده مثلا واقول له اعمل له موديول دوت اكسبورت اكسبورتس، واقول له بيساوي، واعمل جيسون فايل اقول له الكي بتاعي اللي هستخدمه في التشفير، واقوم كاتب هنا الكي اللي انا شايف ان هو يصلح ان انا استخدمه للتشفير، يعني انا هستخدم على سبيل المثال، طبعا خد بالك اي تغيير في الكي اللي هنا هيغير التشفير ويغير الدنيا كلها، فالملف ده توب سيكريت، يعني المفروض للموقع بتاعك للشغل بتاعك ده يكون تكست توب سيكريت، فانا مثلا هكتب هنا اني سيكريت تكست يوزد تو انكريبت يور بلين تكست، يعني كاتب انا كاتب ايه؟ كاتب ان هنا بنكتب اي تكست نستخدمه في عمليه التشفير للتكست بتاعك المفتوح. فعليا هو ده التكست اللي انا هشفر بيه، تعالى نعتقد ان الكلام الكتير ده بالتكست بالنسبه ده ده الكي بتاعي. وهديله سيف وهسمي الفايل ده config.js ماشي؟ ملف config.js ده شايل كي. الكي هو ده الكي بتاعي اللي انا هشفر بيه، تكتب برقم تليفونك، تكتب باي حاجه مش دعوه، المهم ان هو ده ايه؟ هيستخدم ككي في التشفير. واجي اقول للستودنتس استدعي ملف الكونفج ده، اقوم جاي اعمل فار، وهقول له ان انا عايز انادي بالكونفج
configs a configuration يعني الاعدادات بتاعتي وهقول له require السريع اجيبه منين ده انا اللي عامله ملف الاعداد ده انا اللي ايه انا اللي عامله فبحط ايه هو عطوط اللي عولي هو قالي dot slash config خلاص ملف ايه بتاع configuration تقوله تمام كده اصبح config دلوقتي شايل الاعدادات اللي انا ظبطها هنا وانا مش شايل اي اعداد غير كلمة key ده الاعداد الوحيد ودي الفاليو بتاعته طيب كلام جميل لو انا عايز الجي دبليو تي لما يجي يشتغل هنشوف ازاي هنادي من الكونفيج على السيكريت كود او الكي بتاعي واستخدمه في عمليه التشفير لكن المهم خليكم فاكرين ان هو متخزن جوه الكونفيج على العموم هو انا هقول بس كل اللي هقوله هقول يا كونفيج دوت شايفين هو مفيش غيره دوت كي كده هو انا استدعيت الكي اللي هو كان متسجل عندي هنا على جنب بس مش اكتر فانا هسيبه دلوقتي لكن انا بحب استدعيه هستدعيه كده بشكل ايه بشكل مباشر طيب كلام جميل كل اللي عملناه ولا شيء استدعينا الجيسون ويب توكن واستدعينا الكونفيجريشن اللي انا شايل فيه كي هشفر بيه اللي انا شايل فيه كي هشفر بيه حلو وباجي بقى تحت بقوم عامل ايه بقول انا المفترض اي حد عايز يخش عندي عشان يستدعي اي اي بي اي عندي لازم يخش الاول يعدي على على فانكشن اي بي اي بيجنريت لي حاجه اسمها التوكن التوكن ده هو اللي بيسمح له ان يخش على اي اي بي اي ولو مش موجوده معاه ما بيقدرش يخش اقول تاني فانكشن بيجنريت لليوزر كي متشفر الكلمة متشفر ده لما بيوصل لليوزر عشان يقدر يأكسس بعد كده اي اي بي اي عندي لازم يبعت لي الكي ده ومن الكي ده انا اشوف هل هو فعلا راجل اوثنتيكيتد يعني ليه حق يخش ولا لا بديله عن فكره اليوزر نيم والباسورد والكلام ده كله طيب هعملها ازاي واحده واحده نعملها ازاي عشان نقدر نشيك على الراجل دوت احنا عندنا عمليتين ان احنا نطلع له التوكن وان احنا نشيك بعد كده التوكن بتاعه ده سليم ولا مش سليم قلت له كلام جميل الاول هنعمل app.get هعمل سلاش اي بي اي 2 زي ما احنا شغال ده اي بي اي 2 ولا اي بي اي 1 احنا كنا شغالين اي بي اي 2 عشان دي الفيرجن الثاني اي بي اي 2 سلاش اوثنتيكيشن او اوث وخلصنا اللي هي اوثنتيكيت يعني ومنها هيخش على فانكشن الشهيره بتاعتنا الاساسيه اللي فيها ريكويست وفيها ريسبونس ودي بدايتنا ودي نهايتنا يبقى اي حد الاول المفروض يخش على اوث دي اوث دي هي اللي هتفتح له فكره ان هو اصلا يلوجن ولا ما يلوجنش ويفتح له التوكن ولا ما يفتحش فكرتها انا هاخدها تماما من الحته دي كلها يعني هخلي المونجو يعمل كونكشن ولو كونكشن سكسس يعمل كويري يخش على اليوزر نيم والباسورد يشوف اليوزر نيم والباسورد سلام ولا مش سلام ولو كانوا سلام يبدا يرد عليه بس مش هيجيب له بيانات طلبه بس مش هيجيب له بيانات ايه طلبه ولا حاجه يعني لو اخدت الكود ده كله اقول لكم ايه اللي هيتغير عشان ما نعيدش طالما حاجات احنا شرحناها قبل كده واحنا كبناها بايدينا يعني حلال نقدر ايه نعيد استخدام كتابتها تاني طالما انها من كتابه ايدينا طيب مونجو دوت كونكت لو في ايرور رد وقول له ايرور كلام جميل إلس يبقى الكونكشن سليم هتعمل ايه سيادتك؟ هتتصل بالداتابيز وتاخد اليوزر نيم اللي جاي لك والباسورد اللي جاي لك وهتدور في اليوزرز. لو في ايرور هترد تقول له ان العمليه فشلت واحنا اسفين يا ريس. إلس يبقى العمليه ما فشلتش هتشوف في نتيجه ولا مفيش. لو مفيش نتيجه يعني الريزلت جايه فاضيه معناها اليوزر نيم والباسورد غلط. في الحاله دي هترد عليه وتقول له احنا اسفين يا ريس برضه سكسس فولس وفي ايرور واليوزر نيم او الباسورد فيهم غلط. إلس معناها ان كل الدنيا تمام. خلاص كل الدنيا تمام يعني
ما عندناش مشكلة. واليوزر نيم والباسورد صح. قلت له أيوة امسح بقى كل الكلام ده عشان هنا بقى في الحتة دي طالما صح وكل حاجة تمام وكله مية مية مفترض أنا أجنريت لي حاجة اسمها الويب توكن. أطلع له التوكن أي دي. التوكن أي دي باختصار عشان ما نطولش ببساطة عشان تشفر أعرف فاريبل وسميه بيلود. الاسم الشهير بتاعه بيلود. بيلود ده بيبقى تكست انا عايز احمله على التكست اللي موجود عشان يتشفر. اللي انت عايز تشفره ايه؟ هل اللي انت عايز تشفره هو اليوزر نيم والباسورد؟ في ناس بتعمل كده لكن احنا في الغالب ما بنحبش نشفر اليوزر نيم والباسورد، بنحب نشفر اليوزر نيم بس. اخد اليوزر نيم اللي انا عايز اشفره مع الكي بتاعي واخلي الجيسون ويب توكن يشفر الكلام ده كله، يشفر الايه الكلام ده كله مع بعض. فالبيلود هقول له والله انا كل اللي انا عاوزه ان انا عندي اليوزر هتبقى قيمته جايه، مش عشان شلنا جوه كويري اليوزر وشلنا الباسورد، هقول له هات من الكويري اللي عندك. هل اليوزر ولا الباسورد؟ لا انا عايز اليوزر بس مش عايز الباسورد. انا لما اجي هشفر البيلود بتاعي هيبقى شايل اليوزر نيم بس، خلاص يبقى شايل بس اليوزر نيم. ده التحميل، ده الكود، ده الكود اللي انا عايز اربطه بيه. بصوا هو لازم يكون في حاجه تخصك انت بس، لازم يكون في حاجه تخصك انت بس. يعني ايه؟ انا لما هشفر كي المفروض ان الكي دوت عادل اللي داخل، يبقى الكي دوت بتاع عادل ما يكونش فيه حد تاني زيه. انا هشفر بتاع شيماء يبقى المفترض ان جنريت اي بي اي الويب توكن دي بتاع شيماء ما ينفعش حد غير شيماء هو اللي ايه هو اللي يعني ما حدش يبقى زي الويب توكن بتاع شيماء ابدا. شفرت المريم ما فيش ويب توكن موجوده تاني بتاع زي بتاعت مريم ابدا. طيب الكي موحد ما بيننا كلنا، ده ثابت في السايت، كل سايت بيختار نفسه كي ويشفر بيه. طيب اما البيلود لازم يكون حاجه منك وحاجه تكون يونيك، حاجه مميزه عشان لما يدمجها مع الكي ويضربهم في الخلاط ويشفر يطلع خليط عشان يجي تاني لازم اليوزر نيم يكون متكرر، واحنا عارفين اليوزر نيم ما بيتكررش. ممكن على فكره هو قايل كده، ممكن كجيسون هو قايل كمان كوما واقول له الايميل بيساوي حاجه برضو الايميل بتاعك، طالما ان الايميل برضو يونيك يبقى كده انت بتقوي التشفير. كل ما بتدي له حاجات مميزه عن اليوزر اللي انت عايز تجنريت ليه ويب توكن كل ما كان التشفير يبقى اصعب في فكه. انا هبسط الدنيا خالص لانه هو كده كده اصلا منيل صعب، لان هو بيشفر على بيز دي 64، فالعمليه صعبه جدا فك تشفيرها، صعب جدا يعني تاخد ايام على ما تتفك. وغير كده كمان حتى لو اتفكت مانيش حاطط له الباسورد في التشفير، يعني حتى لو فكها الباسورد مش موجود في البيلود في الحاجه المميزه اللي بيشفر بيها، فيوم ما يفكها يعرف اليوزر نيم ولا ليها اي لازمه. واحد يقول لي اه بس ممكن يستخدمها بعدين، هقول له اصبر اتقل، هخليها اكسبايرد كمان، هخليها ايه اكسبايرد بحيث على ما يفكها وربنا يكرمه ويوصل لليوزر نيم ويعرف ان التوكن ده بتاع فلان يكون اصلا بقى اكسباير فيتغير تاني. ولما يتغير الجيسون والتوكن بيجنريت بيزد على التواريخ والوقت، فكمان بتدخل معاها لعبه التاريخ والوقت فبيجنريت من جديد ايه توكن مقترن بيه، الكي اللي انت اخترته واليوزر نيم اللي انت مسلمه له والتاريخ والوقت اللي اتعمل فيه، فانت تعمله اكسباير فاي ايه فيفك، يجي راجل يستخدمه يبقى خلاص حتى لو نفس اليوزر ونفس السيكريت كي كمان التاريخ دخل في الموضوع بوظ له ليه؟ بوظ له ليه؟ فيضطر يبقى عايز يبعت اليوزر نيم والباسورد تاني ويطلعوا صح تاني عشان اجنريت له توكن اي دي من اول وايه؟ وجديد يقدر يستخدمه في العمليات بتاعتنا.
هي دي بقى القضيه، دي اللعبه المشخلعه اللي احنا ايه اللي احنا بنعملها، لان مفيش غيرك بشرح لك انت عشان نسال. ده البيلود اللي انا عايز ايه اللي انا هستخدمه في التحميل على الفكر. طيب هنا هو في الفاريبل اللي هسميه توكن، ده الفاريبل اللي هيشيل الجنريتد توكن، الاي دي المتشفر المستخدم فيه البيلود بلس الكي بلس الوقت اللي هيعمله اوتوماتيك على طول. مين المسؤول ان يجنريت لي ده؟ الحاج مين؟ جيسون. والتوكن ده اللي هيعمل لي الخلطه دي اللي احنا حطيناه جوه فاريبل اسمه ايه؟ جيود، ده اللي هو جيسون ويب توكن. قلت له كلام جميل، كلام جميل اهو. فقلت له بقى يا جيسون ويب توكن انا عاوزك تعمل اول عمليه، عندنا عمليات كتير، اهم العمليات ساين والفيريفاي والديكود، دول اهم ثلاث حاجات احنا بنستخدمها، هنستخدمهم دلوقتي ان شاء الله، ربنا يدينا تكون طوله العمر يعني. الثلاث دول الثلاث عمليات دول اساسيين قوي. الساين هي المسؤوله عن جنريت التوكن، ماشي كده اركن على جنب. الفيريفاي، الفيريفاي هي المسؤوله عن مطابقه التوكن اللي هو بعته بالتوكن اللي المفروض يكون موجود. مش انت كمان شويه هتبعت لي التوكن ده عشان تعرف تخش تعمل اي عمليه عندي في الاي بي اي؟ مين اللي هيقارن ويقول ان التوكن ده صح ولا مش صح؟ اللي بيقول التوكن ده صح ولا مش صح الفيريفاي. الفيريفاي هي المسؤوله ان ترد عليها وتقول التوكن ده صح ولا ما هواش صح. اما الديكود دي بترجع لك جيسون فايل متسجل، بتدي لكل توكن بتدي له حاجه، بتدي له ايديهات كده، هطبعه لكم واوريه لكم يعني. بتردوها بتدي لنا ايديهات لكل العمليه. دول الثلاثه دول. طيب يبقى احنا عايزين الاول واحده الساين. قال لي بص يا عمي، اول ما فتحت قوس قال لي ابعت لي البيلود الاول. قلت له اه عارف البيلود، انا بيلود الحاجه اللي هي اللي هي اللي هي البرايفت كي. وات از ذا برايفت كي؟ ذا برايفت كي، البرايفت كي هو البيلود. ليه؟ لان دوت حاجه شخصيه بيك انت، عشان كده سموها برايفت، عشان كده سموها ايه؟ برايفت كي. بيسموها برايفت كي ليه؟ لان كل واحد فينا ليه برايفت كي خاص بيه. اما ده بنسميه ايه؟ البابليك كي لو انتوا فاكرين. ليه بيسموه بابليك كي؟ لان دوت كي بنستخدمه في تشفير كل الناس، حتى ممكن اسمه لكم هو بابليك كي كي كابتن. بابليك كي، يبقى البابليك كي ده بيستخدم، بيستخدم لكل الايه؟ لكل الناس في التشفير. اما البرايفت كي ده المفترض حاجه تخصك انت ما تخصش حد غيرك، زي اليوزر نيم او الباسورد. احنا الباسورد بنعتبره برايفت كي. طيب قلت له يا جود دوت ساين، قال لي ابعت لي البيلود، والبيلود هو قايل لي خلاص عرفناه ماشي. قلت له البيلود، البيلود بتاعنا اللي هو كان ايه؟ البيلود يعني كانوا بيسموه بيلود اصلا. طيب قال لي ماشي، السكريت او البرايفت كي بتاعك او السكريت او البرايفت كي. قلت له اللي هو بالنسبه لي اللي انا هشفر بيه، خدوا بالكم ان هو بيختار اتش ام اي كي ام سي او ار اس اي، وبيشتغل بيزد 64 يعني. دي قصه كده في الالجوريزمز اللي بتشفر، بس ما علينا منها. دي الالجوريزم، دي البرايفت كيز اللي بتشفر، اللي بيستخدمها في تشفير الكود عشان يطلع لك حاجه متشفره. بس ما علينا. الكي انا هستخدم الكي اللي انا مستخدمه هنا اللي هو جوه الكونفيج. فما قال له يا كونفيج دوت هات لي البابليك كي اللي عندك اهو. حلو كده، كده جبنا الكي. كوما قال لي لو في اوبشنز عايز تبعتها ابعتها. قلت له والله ايه مش عارف، بس نبعت اوبشنز. ايه الاوبشنز اللي موجوده عندك؟ عندك الاوبشنز اللي موجوده عندك، دوست الكنترول سبيس، قال لي في الالجوريزم لو انت عايز تحدد نوع الالجوريزم اللي هيستخدم في التشفير. قلت له يا سلام. كمان وفي الكي اي دي وفي السبجكت وبفرد ولا مش بفرد، وهل هتستخدم التايم ستامب ولا لا، وهل يعني بصراحه شغل، عايز شغل بعد الظهر. انا هقول له اكسباير ان، انا غلبان، انا عايز احدد بس الاكسباير ان امتى، الاكسباير ان امتى. بمعنى الاكسبيريشن يعني الكود ده هيبقى ملوش لازمه
ولما يجي يعمل فيريفاي زعق امتى. ومديني هو امثله للكتابه، لو وقفت كده مش عارف تاخدين بالكم من الكتابه ولا لا يا سعيد. قال لي ممكن تبعته بالسكندز بالثواني، او تعمل بالايه بالملي سكندز، او تديني مثال 60 فتبقى دي دقيقه يعني، او تكتب لي كده 2 سبيس دايز، او تكتب لي كده 10 اتش فانا افهم ان دي 10 اورز، او تكتب لي كده 7 دي فانا افهم ان دي 7 دايز. طرق طرق طرق. الناس كلها بتحب تستخدم بالملي سكندز في الغالب. انا هقول له يا عم بلا ملي سكندز بلا بتاع، انا هعمل 1 دي يعني من الاخر التوكن اللي انت هتجنريته ده صالح لمدة يوم 1 day. بعد ال 1 day التوكن اللي انت خرجته لي ده لا مش حلو خلاص، اصبح معايا الفاريبل ده شايل التوكن اللي هيتجنريتد من عمنا ايه جيسون ويب توكن. والله سطر يا جدعان سطر، موسع صعب موسع سطر شفر للدنيا كلها. وتعال نشوف التوكن بتاعي، انا هقول له يا ريسبونس في الريسبونس دوت جيسون، ابعت لي جيسون. الجيسون عباره عن هتبعت لي سكسس قول لي ترو عشان ده الراجل ده 100 فولو 18 ما عندوش اصلا اي ايرورز، وابعت لي التوكن قيمته هتبقى عباره عن الفاريبل اللي احنا سميناه توكن. دي الكلمه دي الكي، اما الفاليو بتاعتها هتيجي من الفاريبل ده. لو انت متلخبط هنسميه جي توكن يعني جنريتد توكن، وانا نقول جنريتد لو انت متلخبط يعني خلاص. فانا حطيت جوه التوكن جنريتد توكن وقلت له كده تسلم ريسبونس بس دوت اند بالله عليك عشان ايه الموضوع يقفل. يبقى كل احنا استبدلنا بس بالسطر الجميل ده الكود بتاعه، بدل ما كنا بنروح نجيب له داتا لا احنا بس كل اللي عملناه احنا عملنا جنريت لتوكن. الراجل المفترض بقى يعمل ايه؟ ياخد التوكن ده وبعدين يبدا يستدعي بيه اي شغل بقى، اي شغل يستدعيه من خلال التوكن. بعت لي توكن اشتغل، ما بعتليش توكن ما اشتغلش، ما بعتليش توكن ما ايه ما اشتغلش. طيب خلينا نشوف الجنريتد توكن اي دي ده، لو احنا حبينا نستدعي الاي بي اي 2 على اوس ف نعمل من دي. انا عايز سيف از، اديله سيف از ودي خليها اوس، بس مش عايز اكتب اوس 2 عشان خد بالكم عشان في حاجه اسمها اوس 1 واوس 2 والحاجات دي، دي انواع في الاوثنتيكيشن بس علينا. على المهم انا المره دي على اي بي اي 2 بس مش لسه ستودنتس، انا هقول له عايز اعمل ايه اوثنتيكيت وما بعتلوش بلا يوزر نيم ولا بعتلوش باسورد ولا اي حاجه من الحاجات دي ولا اي حاجه في اي حاجه بس كده. روح سند، قال لي انت بتقول ايه؟ قلت له اسف احنا ما قمناش السيرفر بعد العكه اللي احنا عكناها دي اساسا، لازم نرجع هنا ونقوم الايه. اقول له يا نود مش فاكر كان ايه، يا نود رن لي للسيرنس سيرنس دوت جي اس. قال لي بوم، قلت له اكيد في سنتكس ايرور ان اكسبكتد اند اوف انبوت. انا واحد طيب على سطر 290، تروح لو وصلنا لسطر 290 بسم الله ما شاء الله. ايه سطر 290؟ مفيش سطر 290. هيبقى في قوس جوه هو اللي عامل قلق. ماشي ده اللي ايه الاخر. طب وانت انت قفلت ايه؟ ده قفلت ايه ده؟ المفروض ده قفلت الفايند. ايوه صحيح قفلت الفايند اهي، يبقى ده نهاية الايه السيرش. فين بقى قوس اللي مقفول ده؟ قفلت ايه ده؟ الالس الاساسية، ودي قفلت الالس الداخلية. ماشي ودي التراي كاتش ماشي. طب ودي ايه دي بقى؟ لو في ايرور ماشي، مفيش ايرور يبقى يخش يعمل الكلام ده كله. امال ودي قفلت مش عارف ايه، امال دي مالها؟ زعلان ليه ده؟ بقول لي المفروض فيكم في قفل قوس، قلت له والله ما انا شايفه. ماشي. طالما ان ديت
لقيناها قفلت الكونكت، يبقى احنا ناقصنا قفلة الايه الفانكشن ذات نفسها هنا. اللي هي الجيت بقفلة الجيت بقفلتها. طب ما برضه مش معقول يعني ده كله راح في ماشي قفلة الجيت بقفلتها ماشي. شوف بس هل في كده غلط ولا لا. لكن انا قفلت كده المفروض اللي هي الابدو الجيت. وتعالى نشوف هل في سنتكس ايرور تانية ولا لا. اقول له رن يا نود للسيرنس. مفيش مشكلة. تعالى يا عمي نقول بسم الله. قال لي سكسس فولس ان اليوزر نيم والباسورد غلط. قلت له صح. طب هبعت بقى اليوزر نيم شيماء والباسورد شيماء. المفروض بقى اليوزر نيم والباسورد صح. مالكش حجة بقى. سند. قال لي سكسس ورمالي التوكن. ادي عمنا توكن اهو. ادي التوكن اللي ظهر. هو الكلام الجميل ده. يبقى فكه. ادي دوت المقترن باليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي انت المفروض تشتغل عليه. مهم جدا. وصلنا لاول مرحله ان احنا نجنريت التوكن الجميل. ايه بقى المرحله اللي جايه واهم المراحل؟ ان احنا بقى عايزين نستخدم التوكن ده في ان احنا نكلم اي بي اي ثانيه. ولو كان التوكن سليم يقول لي عدي. كان التوكن مش سليم يقول لي لا في مشكلة، انت راجل مخترق اطلع بره. تمام.